انتي كلميني على نفسك. انا زينب، بنت بحب التعليم وبحب الأبر وبحب اصحابه وبحب المدرسه والتعليم، عشان كمان في حكمه بتقول اطلبوا العلم لو في الصين، وبحب امي وابويا انهم مش عايزيني حاجه، وببقى سعيده لما هم بيبقوا سعداء. طب قولي لي، المدرسه ساعدتك ازاي؟ ساعدتني بالغذاء اللي هي بتجيبه والرز والبسكويت، وساعدتني كمان ان انا اتعلم، وكمان اهلي ما كانواش موافقين ان انا ادخل المدرسه الا لما لقوها بالمجاني، ومساعدتني كمان في ان هي بتعلمني كتير عشان يبقى العلم نور. طب واكتر اكله ايه بتحبيها؟ البطاطس، الملوخيه، اي حاجه. لا، الاكله، اكله بتحبيها وقولي لي بتعمليها ازاي. البطاطس باجي اول حاجه باجي جايبه البطاطس ومقشرها ومخرطها وحطها عليها ميه وحطها ركناها في جنب ومغطيها، واجي جايبه البصله وغسلاها ومخرطاها في الحله واجي مقلياها، واجي حط لها بتاع القرنقاط واسيبها تتسبك، واجي حاطه فيها البطاطس. بقت بطاطس كده؟ ايوه، بقت صينيه. طب وفيلم اللي بتحبيه وبتحبيه ليه؟ بحب اي فيلم عادي. فيلمك اللي بتحبيه اكتر حاجه بتحبي تتفرجي عليه كل ما يجي تتفرجي عليه؟ انت سلام يا صاحبي. اشمعنى؟ عشان انا بحب اصحابي. وهو بيتكلم عن ايه الفيلم ده؟ عن الصحوبيه، انه في واحد وزميله ما بيسيبوش بعض ويتفرقوا عن بعض. وانت نفسك تبقي ايه لما تكبري وعشان ايه؟ نفسي ابقى مدرسه عشان اعلم البنات المحتاجين برضو اللي هم اهلهم مش مساعدينهم على انهم يخشوا المدرسه. طب قولي لي رساله بقى لكل البنات اللي قدك بسرعه قبل ما البطاريه هتخلص. رساله؟ تقولي. انا احب اوجه البنات اللي هم مش متعلمين ان هم يتعلموا، ويبقى عشان العلم نور، وان هم يتعلموا عشان لو مشي في مكانه ما عرفوش يطلعوا له يفتي يعرف يقراوها. وايه كمان؟ وحب العلم، او عايزاهم كلهم يبقى بيحبوا العلم زيك. ايوه. شكرا يا زينب.